كنستضفوا الشاب عبد الأحد المرزوقي الفائز بلقب النسخة الثالثة لمسابقة ماستر شيف المغرب. سي عبد الأحد مرحبا. شكرا شكرا على الاستضافة ديالك وشكرا للمتتبعين ديال هيبا بريس اللي ديجا واحد المقال تنشر ولقى استحسان من جهتهم، وكنشكركم بزاف على هذه البادرة الطيبة اللي جات من عندكم. سي عبد الأحد، الجمهور اليوم بيعرف سي عبد الأحد واش يقولوا ليه، المراكشي ولا السوسي ولا الفاسي؟ بالنسبة للجمهور، فبالنسبة للقب اللي ديت فهو لقب ديتو على المغرب كامل، دونك سي فري كو الانتماء ديالي بزاف منطقة ديال سوس اللي كنفتخر بها بزاف، ولكن اللقب كنهديه المغاربة كاملين حيت بالطبع ديالي كما كنقولوا بالدارجة جوال، دونك كاع الثقافات ديال سواء ديال الشمال ديال الجنوب الجنوب الشرقي ديال الجنوب الغربي ديال الصحراء المغربيه، كلشي عندي عليه يونيدي وكلشي انا منفتح عليه، وكلشي الناس الحمد لله ديال هاد المناطق ما كنلقاش معهم مشكله في التواصل، وحتى فاش كيتلاقاوني كلشي كيشجعني الحمد لله الحمد لله، دونك انا مغربي كامل. سي عبد الأحد، حكي لنا كيفاش مرات الأطوار نتاع المسابقة نتاع النسخة الثالثة من مسابقة ماستر شيف المغرب. بالنسبة للمسابقة فهي ماشي كيفما كيبان في التلفزة سهلة، باش تخرج هذاك شوية اللي كيبان في التلفزة فكاين بزاف بزاف ديال الوقت اللي كندوزوه في التصوير، هاد الشيء كيخليك تكتسب واحد التجربة، كيخليك تكتسب واحد الصبر اللي هو من خصو يكون من السمات ديال 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 الطباخ. بيان سور كانت المجريات ديال المسابقة صعيبة بزاف، سورتو في الاخر فاش النيفو ديال المتبارين تقربوا بزاف، دونك ولات منافسة شرسة. سي فري كو في برا المسابقة كاينين حنا صحاب، ولكن داخل المسابقة ما كاين غير الضرب والجرح كما كنقولوا. الجمهور سي عبد الأحد كيتسائل كيفاش جا الفوز ديالك، خصوصا انك الاختصاص ديالك ماشي هو الطبخ، انت الدراسة ديالك سلكتي واحد المسار بعيد عن المجال تاع الطبخ. بالنسبة للبرنامج هو مدير للطباخين الهواة، هذا ما كتخدمش في لو دومين، ما خصكش تكون خدام في لو دومين ديال الطبخ باش تشارك فيه، سينو الا كنتي خدام في دومين الطبخ ما عندكش الحق تشارك فيه. وبالنسبه للطبخ عندي بالنسبه ليا فهو هبه ربانيه الحمد لله، تعطات لي منين كنت صغير كنشوف جده الله يرحمها، كنشوف الوالده كطيب، كناخذ من هنا فاش كنمشي لدي ريستورون كنشوف كيفاش كيتحط شنو كيطيبوا، ما عمرني سولت ولكن كنحاول داك هذوك المذاقات نحللهم في فمي نعرف شنو كاين، كندخل للدار كنعاود لا ميم شوز. وحاجه اخرى اللي كان احد معروف بها في الصغر لي جوي ديالو اللعاب، كتلقى عند الدري طوموبيل هليكوبتر ايتو، انا كانت مقله كان معلقه كان كاس كان ان بلاندير، دونك هذاك الحب ديال الطبخ من الصغر هو عندي الحمد لله. سي عبد الأحد، خلال اطوار المسابقه واش ما كنتيش كتعرض لشي عراقيل او شي حواجز اللي كانت كتمنعك انك تكون الفائز بالنسخه الثانيه؟ بالنسبه للحاجز الوحيد اللي كنت كنشوفو ماشي حاجز ولكن عائق، هو هذاك لو دريساج اللي ما كانش عندي معاه في الاول، ماشي ما كانش عندي معاه، ما كنتش كنخلي وقت لازم للدريساج لا بريزونطاسيون تاع لاسيت، ديكو المذاقات كيكونوا لي تكنيك كيكونوا ولكن المنظر ما كيكونش، هذا هو العائق اللي كاين، اضافه لو نيفو ديال بعض المشاركين اللي كانوا قوياء بزاف،
وكانوا كيفوتوني بزاف في الدريساج. دونك هادشي اللي كنت كنشوفو كيصعب عليا الماموريه في برنامج ديال ماستر شيف المغرب. السي عبد الاحود، خلال اطوار نتاع المسابقه وقع ليك واحد الشنآن مع واحد المتباريه، بغينا نعرفوا شنو وقع. بالنسبه لهذاك سوء التفاهم اللي طرا ليا مع بهيه، فاللي بغيت المشاهدين يعرفوه سي كو علاقتي مع بهيه فهي علاقه جد طيبه، ما بيناتنا لا مشكله. وديك النهار في الوالديه نعقل مزيان، وكنحيي بعدا بهيه من هذا المنبر ديال هيبا بريس. ف كانوا شي حويجات صغيورين اللي ما اتفقناش عليهم، هذاك الشيء اللي خلاني نفقد السيطره ديال الاعصاب ديالي. اون ميم طون كنشوف الفرق الاخرين غاديين مزيان، الافكار ديالهم متناسقه، وحنايا في مسابقه. دونك كنشوف هذوك الافكار اللي كنا غاديين عليهم في الاول بداو يخرجوا لنا من يدينا، وكان العامل ديال الوقت حتى هو كيلعب دور، وانا ما كنتش باغي نخرج من المسابقه. دونك عندي واحد الحاجه في راسي، خصني نوصل النهائي، ولما لا ديك الساعات كنقول علاش لا ما نديش اللقب ديال ماستر شيف. دونك كاع هاد العوامل، لو ستريس، هذاك التطلع انك بغيتي توصل للقب ديال ماستر شيف، كلشي خلاوني نتعصب، خلاوني نفقد شويه الاعصاب ديالي. ومن هاد المنبر كنقول تاتا باهية تسمح لي بزاف، واخا بيناتنا راه عارفه شنو كاين، القلوب صافيه الحمد لله، وتلاقينا في لا فينال، وعارفاني هي كي داير، وعارفه قلبي من جهتها كي داير، والحمد لله الحمد لله. سي عبد الاحود، حاليا انت الفائز بالنسخه الثالثه من مسابقه ماستر شيف المغرب، شنو كتفكر تعمل مستقبلا؟ بالنسبه للتطلعات للمستقبل، باسكو ديت اللقب ديال ماستر شيف، دونك كيحل لك بزاف ديال الابواب. وحاجه وحده اللي كنفكر فيها سي بيان سور اكادير، ما كاينش ان ريستورون ماروكان على حقو وطريقو. دونك خص ان ريستورون ماروكان، بزاف ديال الناس كيجيو لاكادير كيقلبوا سورتو لي توريست، كيقلبوا على ان ريستورون ماروكان بكل ما في الكلمه من معنى، وما كيلقاوش، ولا كيدخلوا لشي ريستورون كيلقاو هذاك الشيء ناقص، ولا ماشي التطلعات ديالهم. دونك لو بروجي ان شاء الله ديالي اللي بغيت ندير هو افتتاح ديال ان ريستورون ماروكان اللي كنحيي فيه داك الطبخ المغربي الاصيل القديم ديالنا، باسكو عندي عروق من فاس من جهه الوالده، والوالده طباخه جد ماهره في الطبخ المغربي، دونك معلم منها بزاف ديال داك لي غوسيت القدام. انا غنحاول في هاد لو ريستورون نشد هادوك لي غوسيت ويتقدموا بطريقه جديده، باش ما يكونش هذاك الملل لا في الشوفه لا في المذاق فاش تاكل. السي عبد الاحود، حاليا ولجتي مجال الشهره، كيفاش كتستعد باش تواجه؟ بالنسبة للشهرة الحمد لله تحت لنا الفرصة للمشاركين كاملين باش نتشهروا، دارت لنا اون بوبليسيتي غراتويت في البرنامج ديال ماستر شيف. بالنسبة للنتائج ديال هاد الشهرة راهم بداو يبانوا، عندك اللي متبعك اللي كيبغيك كتحس به كيبغيك، وعندك اللي كينتقدك. وبالنسبة ليا إذا بديتي تتعرض للانتقاد فهذا ما كيبين غير انك غادي في الطريق الصحيح، والحمد لله منين كاينين منتقدين دونك انا غادي في لا بون فوا. سي عبد الاحود، كلمه اخيره. من هذا المنبر كنشكرك على الاستضافه ديالك، كنشكر هبه بريس على هاد الكلمه اللي خلاتني نقولها. كنشكر الجمهور اللي تبعني في طيله المسار ديالي في ماستر شيف، كنشكر لي شيف بزاف بزاف، شيف محا، شيف خديجه، شيف مريم،
والشاف رشيد، لانهم عطاوني هذاك الشيء اللي كنستحق، وشافوا المجهودات اللي درت وشافوا التطور اللي تطورت. وكنشكر بزاف واحد المشاركين اللي المهم ماركي اللي وساندوني وعاونوني من الاول ديال المسابقه حتى الاخر ديال المسابقه، منهم يسرى، منهم عثمان ممثل مدينه الرباط، منهم زكريا، ومنهم زهيره وريم. وكنشكرهم بزاف بزاف بزاف. وكنشكر العائله ديالي اللي هي اللي كانت داك لو بيفو، هذاك لو موتور اللي خلاني نشارك. وكنشكر وكنترحم عليها من هنا جده الله يرحمها، اللي تعلمت منها بزاف في الطبخ المغربي. وكنشكر المغاربه كاملين اللي تبعوني واللي شجعوني، وكنشكر حتى المغاربه اللي كينتقدوني. بدورنا طاقم هيبا بريس كيشكروك على تلبيه الدعوه، وكيهنيك على الفوز بالمسابقه نتاع النسخه الثالثه الماستر شيف، وكيتمنى لك مسيره موفقه في مسارتك ان شاء الله يا رب. شكرا شكرا بزاف.